نتمنى تكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد في القناه. وناس اول مره كتشاهدوا كما قلت مرحبا بكم. ما تنساوش تابونوا في القناه وتفعلوا الجرس تبقاو تشوفوا كاع الفيديوهات ديالي. الفيديو اللي غيكون واحد البلوغ غتكوني خارجه انا على برا. الناس خارجه كتمنى انا الدار غنتغداو على برا كيف العاده في باك اخوين. حسوا لي الناس صراحه خريب زوين وعندهم الماكله زوينه وهكا في الالعاب الدراري صار اهم حاجه. ومن هنا البنات ان شاء الله غادي نمشيو ناخذوا شي حاجه وقنا خاصه ما عرفتش ماما شنو باقا فين باغا نشوف شي وصافي هادشي اللي كاين. المهم نتغداو ونشوفوا شنو غندير في الغدا وديك الساعه نعاودو نتلاقاو. المهم قبلت عليكم البنات عارفه راسي كبرت وطولت غيبوب ولكن ما عندي ما ندير ظروف خاصه هي كتخليني مره هكا نبقى نغدر عليكم وما نبقاش حتى يوم ما هكا كل نهار اولا نهار انا لا هادشي اللي كاين. المهم البنات تنشوفو معايا نتغداو ونعاودو نتلاقاو وشوفو ديك الساعة اشنو غادي نديرو وفين غادي نمشيو وهانتوما معايا. شوفو البنات الجو كيفاش داير هنايا. كنت كتسالي هاد البلاصة هاكا خضورة والجو زوين تعرف هاد الايام بحال زغون و كي زعمك حتى هو انا كتخرجي شوفو شادي البنات تبع ايباد حتى هنايا باش كيلعب صوت ما يفرق معاك الدراري هاد الايام هادشي باش مبليين. وامير مشى كيلعب في الالعاب ديال الدراري الصغار واو طويجين صوصي وبقاق هنا كاينك صوص طوفان صافي شويه درت طوماطيش ها هي ماما معاكم بابا حتى هو جالس تما. الناس اللي كيقولوا لي بابا ما كيبانش معاك ها هو بابا بان معايا في الفيديو غير البنات ديسير لي مكرم كراميل عندهم لي سالاد كوي عندهم تيراميسو عندهم كلشي. المهم انا ناخذ غير هكا لي كريب نوتيلا ولي تشهيتو الصراحة صافي دابا غادي نمشيو. المهم دابا غنمشيو للمرجان نمشيو لافغوشي ناخذو هذاك الكريم اللي وريتكم في الانستغرام. بالنسبه للناس اللي مدخلينش عندي الانستغرام غنخلي لكم دائما كنخلي لكم هنايا ولا كنخلي لكم في صندوق الوصف ولكن غالبا كنخليه مكتوب هنايا في الجنب باش تدخلوا تابونوا معايا وصافي. المهم غنمشيو تما عاد نتلاقاو. Oh,
الحفلات. المهم يا دخلنا دابا الدار غادي نمشي نحيد حوايجي ونمشي هكا نصايب شي واحد الحريشات صغيرين نديرو بهم هكا الكوتي وصافي. المهم كنشوف الى رجعنا مرجان اختي ماما داكشي اللي كانت خاصه باغا تاخذ وصافي. هادشي اللي كاين غنبدل حوايجي ونعاودو نتلاقاو باش نوريكم الحريشات المقادير ديالهم. كيجيو ساهلين كيجيو بنان البنات وغزالين. انا غنقول الكاميرا باش نوريكم اليوم اشنو كنت لابسه. شي حاجه هكا اللي خفيفه وعمليه كيف كتعرفوا كاين الحال سخونه البنات كاين الصهصه اليوم. فالجلابه هذه اللي عندي جيب ليا فيها هنايا الشوشات وهنايا رفيت ليا بين نديرها في واحد الفيديو ديال لوك بوك ديال جلاله وغنخليها لكم في صندوق الوصف باش تدخلوا تشوفوه. صافي وهكا سبادري عندها هنايا الافتتاحات كتجي هكا خفيفه. صافي هادشي اللي كاين. المهم ديواش على روينه اللي مورايا راكم عارفين نهار كتكوني خارجه كنكون غنخرج فيه ما كديهاش هكا في الجميع وهذا يعني تنجيو ارا من جمع فالمهم نبدل حوايج البنات ونعاود نتلاقى. دابا نوجدوا البنات الحريشات اللي قلت لكم. بالنسبه للمقادير عندنا نص كيلو ديال السميده رقيقه، كاس ديال الزيت، كاس ديال الفورص، كاس ديال الحليب وكاس معمر ديال السنيده. المهم كيبقى على حسب الذوق باش تجي حلوه زعما نزيدوا السنيده. وعندي هنايا معلقه ديال حبه حلاوه ومعلقه ديال الجنجلان ومعلقه ديال الخميره الفوريه هذه عندي انا هنايا حبوب وواحد شويه ديال الملحه وخماره ديال وزن 7 غرام جوج وحده فانيا. غنخلط البنات كلشي المكونات المهم غنزيد الحليب سنيده والفورص والزيت وهاد المكونات اخرى ما غنخلط بيدي حيت ما تخلطش ليا الحريشات. البنات كيجيو فرديين نزيد الفاني والخميرة صافي. نخلطهم البنات مزيان ونعاودو نتلاقاو ونوريكم فاش غنفندهم دغيا كيوجدو كيطيبو في البلاصة يعني كيخليهم لا يرتاحو لا حتى شي حاجة. ما بغيتوش ديروا حبه حلاوه والزنجبيل يعني تستغناو عليهم عادي كيبقى على حساب الذوق. المهم هاد الحرشه راه كتحماق عليها ماما ومع غدا ان شاء الله غتمشي قلت غندير عليها قبل ما تمشي. ها انتوما كيف كتجي صافي. انا دابا غادي نوجد فاش غادي نفندها ونرجع ليكم. وجدت البنات هنايا عندي سميده بيضه وشويه ديال الكوك هما اللي غنفند فيهم. وهنايا وجدت لاطه ديال الفران غندير ديال البوطه باش نطيب مره واحده لانه كيخرجوا هكا كميه يعني كيجيو بجوج لاطه ديال الفران ديال الضو. انا غندير الفران ديال البوطه مره واحده صافي. غنفندهم بحركه غنديرهم كرات على الحجم اللي بغيت وغادي نحطو في اللاطه. صاين ماشي مطحون مي غنزوق بيه غنوع ندير نص بالسميده والكوك ونص هاك بالشوفه.
اضل لصقوا فيها يلصقوا ونسافر محيط. غنشعل على غير الفوق حتى تفرقع واحد شويه واحد المهم جوج دقائق بحال هكا ونهبطها لتحت صافي وخلاص طاب تحمر ونعاود نخرجها. هكا فرقعة ضروري تخشيوها لتحت عاد باش طلعوها الفوق صافي. هادو فيهم الشوفان وهادو فيهم السميدة. رجعت لكم البنات من بعد ما عمرنا داك البريري ديال اتاي مع ديك الحريشة ودرنا بهم هكا الكوتي، واخا صراحة مقدرناش ناكلو حيت غدينا مزيان. دابا غنوريكم اشنو خدينا من ايفغوشي، اشنو خدات ماما، ولكن المفاجأة شنو هي. المهم خدات ماما هاد الكريم، هاد السيروم ديال لا مارك الاخر ديال ايفغوشي البنات. المهم كنهضر معكم بحال معاود لكم اشنو كاين بالنسبه للناس اللي عندي في انستغرام، نعاود نقولها عارفين علاش كنهضر، لانه البارح درت دي ستوري على هاد لا كريم هادي. مشينا البارح كنا خارجين وطرقت ايفغوشي ولقيت هاد لا كام هادي جدا، واخا صراحه سمعت عليها بزاف ولكن بغيت نجربها. المهم عطونا واحد تيستور هكا صغيور، جربته البارح بالليل ماما حتى هي جرباته عجبها. هاد لاكام هاد البنات فيها النسبه ديال الكولاجين عاليه، كتعزز الكولاجين في البشره ديالنا، وداكشي علاش ماما عجبتها وخداتها. المهم هي خدات السيروم وخدات معاه كونتور ديزيو، هذا عطاو لها غير كادو البنات، ما شراتوش يعني كتاخدي غير غير واحد في غير هذا اولا لا كريم دو جوغ اولا دو نوي كيعطوك معاها هذا كونتور ديزيو. المهم هي خدات السيروم البنات، هي لا كريم عندها بزاف ديال لا كريم هكا ديال الليل ديال النهار ديال هاد يعني كديرهم، بغات غير شي سيروم هكا كتعرفوا السيروم كيكون النتيجه ديالو احسن من لا كريم، فخدات هذا غنحل لكم نوري لكم بالزربه صافي. انا ما خديتش حتى شي حاجه، ها هو كيجي على هذا الشكل السيروم ديالو البنات. المهم راه فيه 30 مليلتر، فيه يعني كمية اللي معقولة صافي. بالنسبة للثمن ديال هذا كيبقى البنات ب 249 245 درهم، يعني قولي 5000 ريال، وهذا غراتوي كيف قلت لكم. المهم ملي جينا للدار البنات درنا الكوتي حتى كنتفاجئ بانه راجع عيط عليا وقال لي هاكي خدي هذا ديالك، شاف لي ستوري ديالي البارح ديال الانستغرام وشافني هضرت على هاد لاكريم هادي وقلت لكم غنمشي غدا ان شاء الله ناخذها وغنجربها وهذا وهذا. فالمهم ملي شافني عجبتني مشى هاد العشيه هادي خدها ليا وجا. المهم ولكن هويا ما عرفش ما دهاش فيها ما قال لي والو، يعني خدها ليا غير على غفله، خد ليا دو جوغ. ها هي البنات هنايا كنتمنى تكون باينه ليكم، خد ليا دو جوغ وانا ما بغيتش ديال دو جوغ، بغيت دو نوي. عندي لا كريم بزاف اللي كندير بالنهار هكا، بغيت شي حاجه ديال الليل. كيف كتعرفوا الكولاجين والبشره ديالنا في الليل كتستافد بزاف من لا كريم اللي كنديروا ليها اولا من الهيدراتاسيون اكثر من النهار.
بالخصوص الا كنا خارجين كنديروا فون دو تان كنديروا اكرون هذه يعني ما كيبقاش هذاك هذاك المفعول ما كيعطيش 100% يعني غنخليها ما نحلاش دابا البنات تمشي نبدلها ان شاء الله نهار الثلاث دابا غدا الاثنين كيكونوا سادين افغوشي وعطوه حتى هوايا يعني طويسه هذا معاه كونتور دو زيو يعني ديرين هذا غراتوي لانه لا غان باقا جديده دابا وباقي يعني باغي الناس باش يزعموا ياخذوها وديري لك معاها هذا صافي والحاجه اللي ما عطاوناش حنا عطوها ليه هو ما عرفتش علاش هي واحد الكادو صغير هو هذا جاي بحال هكا فيه نوريكم شنو فيه الصراحه انا تفاجئت فاش شفته وفيه هذه سنيسله فيه سنيسله البنات نوريكم كي دايره هي هذه فيها هنا هاد اللعيبه هكا زرقاء الحجره زرقاء هذه سنيسله وكاينه كاينه الغورميت ديالها الغورميت ما فيها لا حجره لا والو يعني سامبل نفس الموتيف غير هو هنايا في هاد الحجره وهنا سامبل و بوينغيت كما هادو هكا غير بولات زرقين بحال هادي ماشي نوريكم بحال هاد السنيسله هادي شو المهم هكا جيست وصافي ولكن كيف قلت لكم ما عرفتش لوقال الرجاله ولا عندهم وجه علينا حنا العيالات حنا ما عطوناش هاد الكادو قبيله يعني ملي سولت البنت لا ما كاينش شي كادو قالت لي الكادو هو هاد الكونتور دي زيو وهو يا يعني صدق واخد الكونتور دي زيو واخد هاد لونسومبل هذا ايوا صافي هادشي اللي كاين المهم البنات كنبغي صافي شاركت معكم هادشي المهم بالنسبه للثمن ديال هذا دايره البنات 230 درهم يعني ناقص على السيروم انا غنجرب هاد لاغام وغنعطيها الوقت ديالها وغنشوفها كيفاش دايرين عليها عجبتني وما دارت لي لا حبوب لا حتى شي حاجه اكيد غناخذ حتى هذا غناخذ ديال دو جوغ وغناخذ السيروم حتى هو حيت السيروم كيف كتعرفوا يعني كينفع في البشره زوين زوين بزاف هذا هو هادشي اللي كاين بالنسبه للمرجان ما شاركت معكم شخصات ما المهم ماشي تخربق هكا ديال السلعه شي حاجه خفيفه ماشي بزاف غير هادكشي اللي يعني محتاجه لانه كيف قلت لكم قبيله في الفيديو فاش كنت كنصيف الحرشه غتمشي ان شاء الله غدا غدي مع هادكشي ما فيها لي تمشي ثاني تما وتبقى خارجه وهذا وعاد تقدا صافي هادشي الاسئله البنات بغيت نهضر عليها قبل ما نسال الفيديو ديالي هي البنات اللي تلاقيت بهم هاد يومين هادي كنبغي نقدم لهم واحد كلمه الشكر لانهم يستحقوا الصراحه سواء البنت اللي تلاقيت بها البارح في ماكدو او اللي تلاقيت بها اليوم في بارك الاخوين او لافشال كنبغي نقول لكم مرحبا البنات وشرف لي الصراحه انكم تبعيني وانكم يعني تعرفتوا عليا وجيتوا سلمتوا عليا احساس زوين انك كتشوفي ناس متبعينك وكيبغيوك ويعني كيقول لك كتعجبينا كيعجبنا المحتوى اللي كتقدمي كيعجبونا الفيديوهات يعني فتينا بزاف ديال الحاجات انك كتقدميهم فتينا فيهم كنبغي نقول لكم شكرا لكم البنات وصافي هادشي اللي كاين الفيديو ديالنا غادي يتسالى هنايا كنبغي نقول لكم السلام عليكم مع فيديو جاي ان شاء الله ما تنساوش لايكات ديالكم وما تنساوش لي كومونتير والسلام عليكم